في قضية دار المعلمين لما انعملت مع دكتور جنان فلاح على قضية العنف في الوسط العربي، وإنهم كانوا للأسف عم بيشجعوا الإشي وهني مع، إن كان ذكور إن كان إناث إن كان كل هذا ستودنت. الأمر اللي متواجد أنا اليوم عم بشوفه في داخل مجتمعنا، مجتمعنا عم بصرخ وبنزل في نفس الوقت، فبده الصرخات بده تضميد، بس إنه بنفس الوقت النزيف مين اللي عم بيعملنا ياتو؟ الصرخات مين اللي عم بتلقها؟ هي إحنا. إحنا عاملين اليوم بمناسبة 25/11 كل سنة، اللي هو اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء، بيكون في فعاليات جماهيرية، والسنة هذه لأول مرة عملياً إحنا توجهنا للجنة المتابعة، ولجنة المتابعة رحبت في شراكي في هذا العمل، ورح تكون مسيرة قطرية من الشمال لا ومن الجنوب، ونلتقي في المركز في مناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء. وكان لنا مهم جدا كمجتمع عربي انه نشارك بهذا اليوم او نخطط لاقامه يوم معين لمكافحه العنف بالذات ضد النساء، او كمان كالعنف المجتمعي اللي للاسف اليوم المنتشر في مجتمعنا العربي. طبعا بعد المداوله بالنقاش اللي كان موجود من جميع كثير هيئات، تم الاتفاق على اقامه يوم تضامن بشكل مظاهره او وقفات احتجاجيه، بيكون في احدى القرى او المناطق في منطقة المثلث، يعلن عنه طبعا لاحقا. المهم موجود بس مش مهم.